السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم، معكم زياد هادي عازف عود وخبير واستاذ في آلة العود من العراق، استاذ آلة العود في معهد الموسيقى في بغداد. ارحب بكم وجمل ترحيب. أنا اليوم جيتكم في اختصاص هو الموسيقى. اليوم نتعلم آلة العود اللي هي هذه آلة العود الجميلة اللي هي دائما تاريخها منذ الأزل في العراق، وهذه الآلة هي أكادية سامية تاريخها من العراق. كثير من الأصدقاء اللي يحبون انه يتعلمون آلة العود وبصورتها الجميلة بأوتارها، الخمسة أوتار، وأضافة أو أضيف لها الوتر السادس. طبعا عندنا احنا الوتر القبدو، قال الوتر الغليظ هو اللي أضافه الشريف محي الدين حيدر اللي هو افتتح معهد الموسيقى في بغداد. اليوم نجي احنا على هذا العود. قبل ما نبدي احنا نتعلم لازم نعرف طريقة أجزاء العود، هيكلية العود قبل ما نبدأ بمسكة العود، واحنا ان شاء الله راح نتوكل على الله بأنه نقيم أو نضع عدد من الأجزاء في هذه الفضائية الرائعة. وأنا أشكركم وإن شاء الله لا تنسون أنه زورون قناتي في اليوتيوب اللي هي أول قناة عراقية لتعلم العود والموسيقى زياد هادي. أشرف بكم. أول قضية اللي نبدي بها بالعود اللي هي هذا يسمونه أو يسمى وجه العود، هذا يسمى وجه العود، هذا من خشب تشام، يسمونه تشام أو بعض المرات الصنوبر. هذا أمامكم يسمى الوجه، وجه العود أو وش العود أو الواجهة الأمامية للعود. هذه يسموها طرر، هذه يسموها طرر، هاي ما تأثر، لا تؤثر في العود، وإنما تضع له جمالية. ممكن أنه أنت تكتب اسمك لدى مخرم الزغارف اللي موجود الصانع العود، ممكن يكتب اسمك، والبعض يكتب اسم الصانع. هذه تسمى رقمة كديكور، هذه اللي تحت الطرر تسمى فتحات الهواء. هذه فتحات الهواء تعتمد أو وظيفتها اللي هي خروج الصوت بعد الاصطدام بالظهر الخلف للصندوق الصوتي لآلة العود، هذا الصندوق الصوتي، وعندما يخرج الصوت يعتمد على قضية مهمة اللي هي قضية نوعية الخشب. نوعية الخشب جدا مؤثرة في عملية انه يكون صوت العود، فلذلك نسمع كثير من الناس انه هذا صوت العود جميل وهذا صوت العود لا بأس به. فعلى العموم انه نوعية الجوز المهمة جدا، طبعا من النوعيات المهمة جدا واللي صوته دائما يفضل على بقية انواع الخشب. يعني عندنا خشب مثلا الموغن، عندنا خشب الأورنج، عندنا خشب السيسم يكون دائما أسود، وكثير من العازفين أو كثير من المتعلمين يأخذ دائما عود السيسم لون أسود لكون أنه يعطي جمالية أكثر. لكنه بالرغبة، إذا نجي على الرغبة، هو طبعا نوعية الجوز يعطي صوت جميل جدا لآلة العود، وبالإضافة طبعا إلى الصانع.
نرجع إلى الوجه أو واجهة العود، هذه يسموها الغزالة، هذه يسموها الغزالة أو بيت الفرس، التي تثبت بها الأوتار. ولدينا في العراق أيضا عود السحب اللي تكون غزالة مباشرة، من هنا تنوضع الأوتار مباشرة، تثقب وتوضع هنا، وهذا يسمونه عود السحب اللي هو أضافه وابتكره الفنان الكبير الفنان العراقي منير بشير، اللي حاول أنه يوضع هذا حتى يكون ذو مساحة عالية ويتحمل قابلية التنصيب ودوزان أو ضبط أوتار العود. هذا عندنا الزنت، هذا الزنت، وهذا عندنا بيت المفاتيح أو باللغة العربية بيت الملاوي. هذا بيت الملاوي أو بيت المفاتيح. طبعا هذه مادة من المطاط، هذه مطاط لتقوية الأصابع. عندنا راح يكون تسلسل الأوتار كالتالي. طبعا أنا واضع قبادوغال اللي وضع الشريف محي الدين حيدر، هذا يسمونه قبادوغاي، يدوزن ينضبط أما دو يا أما فا يا أما ري، مو وفي ناس إنه لا. نرجع الوتر الثاني اللي هو النصب لا. أرجع للوتر اللي بعده ري ثالث، نرجع وتر الرابع صول، نرجع الوتر الخامس دو، طبعا الوتر الأخير اللي هو السادس فا. هذا هي أوتار. طبعا بالأكاديميات دائما احنا دائما نبدأ من الدو، نبدأ من الأسفل الأعلى بقراءة الأوتار، يعني نقول هذا الوتر الأول وهذا الثاني وهذا الثالث وهذا الرابع وهذا الخامس، يعني بالأكاديميات المعروفة، لكن بالحياة العامة دائما احنا نبدي من فوق. هذا بالنسبة لأجزاء آلة العود واللي هي دائما مهمة جدا في قضية معرفة الأوتار. لذلك راح نعزفكم قليل من هذا. أنا أشكركم جدا وإن شاء الله نبين لكم بالحلقات القادمة، لأن في ناس كثير إنه يسألون على الدوزان أو ضبط الأوتار اللي العراقي أو ضبط الأوتار التركي أو الشرقي. لذلك موجودة عدد من دائما من الأوتار التي تباع مكتوب عليها دوزان عراقي أو تركيش، يعني تركي أو شرقي. فهذا إن شاء الله نبين لكم إن شاء الله في الحلقات القادمة، وأيضا موجودة في قناتي على اليوتيوب اللي هي أول قناة عراقية لتعلم العود والموسيقى طبعا والغناء مع زياد هادي. وأشكركم وتحياتي لكم ومع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.